السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل معكم الدرس. أخذنا محتويات الجومبوترون. بعد ما أخذنا محتويات الجومبوترون نحتاج أنه نرجع لي الهوم. شو اللي نقدر نعمله في الهوم؟ في الهوم أنا عندي البلوك جومبوترون. البلوك جومبوترون أنا راح أضعها في داخل البلوك جومبوترون. شنو اللي أستطيع أعمله في جومبوترون؟ بلوك جومبوترون لو أنا جيت هنا أنا عملت انتر جيت هنا انتر أعمل بهذا الشكل محتويات الجومبوترون. بس أحتاج أنه أعمل نسخ للجومبوترون كونتين. هذا نسيت أعمل نسخ. أرجع للهوم. لو وضعته هنا وبعد ذلك أخذ هذا أضعه بداخله حيكون أسهل بهذا الشكل. حيكون أسهل. فحيكون عندي أيضا هذا welcome in Python web أو welcome to Python web tutorial. Python web tutorial and block contain. جميل جدا جميل جدا جميل جدا. حيكون end block. زين ارجع لي الصفحة. خلينا نشيك refresh. شو اللي ظهر؟ هذا الشكل هذا الشكل. oh my god. لو عملنا شو زين جامبوترون كونتنت. لو اخذنا جامبوترون كونتنت وعملنا له كات. جامبوترون كونتنت عملنا له كات واجينا وضعنا قبله. جميل. يعني حيكون عندنا جومبوترون بلوك سوبر اند بلوك وقبلها حيكون عندك الجومبوترون كونتنت. نعمل ريفرش. ذاتس جود. اتصلحت. ويلكم تو بايثون ويب توتوريال. جميل جدا. حلو 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 حلو. لاحظ انه وضعنا الجومبوترون بلوك خارج البلوك الجومبوترون الأساسي. فهنا عندك بلوك خاص. بلوك خاص في الهوم كل واحد يكون عنده بلوك خاص. هذا البلوك المنفرد مستقل. هذا بلوك مستقل. لاحظ هذا يبتدي هنا وينتهي هنا. هذا يبتدي هنا وينتهي هنا. لكن استطعت أن أعمل طريقة بلوك في داخل بلوك. هذا البلوك هو بلوك الجومبوترون اللي ينتهي هنا صح؟ اللي هو في الهوم هذا البلوك. جميل. في داخل هذا البلوك وضعت بلوك آخر. لاحظ في بلوك الجومبوترون وضعت بلوك آخر اللي هو بلوك كونتين. جميل جدا. يعني أنا أستطيع أضع بلوك في داخل بلوك أيضا. فأرجو أنه الفكرة صارت واضحة جدا لك كيف تتعامل مع البلوك وكيف أنه أنت تعمل بلوك مستقل في الهوم. هذا بلوك مستقل. هذا بلوك مستقل. جميل جدا. لكن أستطيع أيضا هذا البلوك أضعها في داخل هذا البلوك أو أضعها في بلوكات أخرى. فأنت حر في استخدامك. وأخيرا حصلنا على الواجهة اللي وصلنا به لهنا. فإلى هنا نقول لك انتهى الدرس ونلتقي إن شاء الله بكم دروس قادمة. مع السلامة.